في أغنية أسوأ أغنية أسمعها بحياتي، بحياتي ما سمعت إشي زيها، إشي جدا جدا سيء. هو أنا قاعد بسمعها يعني من زمان، من يمكن تقريبا أسبوع، بس عم بسحب عليها يعني، بتطلع لي وبسحب عليها هيك أبعد عني، ما بدي بسرعة هيك برمي التليفون لبعيد، فاهمين علي؟ بس خلص طفح الكيل، عم تطلع لي كتير، لازم أحكي عنها. هاي الأغنية اسمها مش حبقى مؤدبة، حرفيا هيك اسمها. أول ما شفتها فكرتها قديمة، أول ما شفتها حكيت يا أخي مستحيل هاي جديدة، مبين يعني من الشكل تاع المرأة وطريقة الفيديو كليب، الكلام، الموسيقى اللي ورا، كل إشي قديم. حكيت يا أخي هاي الأغنية يمكن 15 سنة عمرها، والناس هلأ اكتشفوها وقاعدين بينزلوها، بس طلعت هاي الأغنية جديدة. مش هبقى مؤدبة، الناس بتحب البنت السفلة العصبية الطلبة. استغفر الله العظيم، مش عارف شو أحكي لكم. شو هذا؟ شو هاي الأغاني؟ يعني عم بتروح لأغاني الأجانب بس بنفس الوقت مترجمة. أغاني الأجانب على فكرة زي هيك، الأجانب هيك بسمعوا، البنات الأجانب اللي هناك، عشان هيك الغرب ماكلها والغرب قاعد بفشل، لأنه هيك الأجانب بسمعوا، البنات هناك بكيفوا على هيك أغاني بس بيحكوها بالأجنبي. هذا الفرق، والله ما بمزح معاكم. أغاني دوجا كات، أغاني آيس سبايس، أغاني كاردي بي، أغاني نيكي ميناج، هيك بيحكوا بالضبط. نفس الشيء هي مسوية بس بالعربي. أسوأ إشي ممكن أسمعه بحياتي أغنية جدا سيئة، أعملي أي إشي تاني غير إنك تغني يا شو هاد يا أخي. أنا ما بدي أروح أهجم على شخصيتها، بس بدي أهجم على شخصيتها لأنه عملت إشي زي هيك. كيف بتسوي هيك أغنية؟ يعني كيف أنت من كل عقلك ممكن تطلعي وتسوي هيك أغنية، تصوري هاي الأغنية وتنزليها وتكوني مرتاحة بهذا الإشي؟ أنا بدي هاي الأغنية تنزل، إشي جدا سيء، لا تغني بحياتك، صوتك جدا سيء، كل إشي بتسويه سيء. خلينا هلأ نترجم الأغنية، خلينا نشوف الكلمات شو بتحكي، نتعمق بالكلمات. بتحكي بالبداية مش حبقى مؤدبة، هيك بتبدأ الأغنية. بعدين بتحكي الناس بتحب البنت السفلة العصبية الثعلبة. هي عن جد قاعدة بتترجم شكل أغاني الأجانب اللي هم تعون دوجا كات ونيكي ميناج وهدول، وعم بتخليهم عنا بالعرب. الأجانب هيك بيعملوا. Oh yeah I will love many boys. والله هيك أغاني الأجانب، يعني البنات بتفاخروا بأنهم هم مؤدبات، فاهمين علي؟ بتفاخروا بانهم هم هيك، يعني انه انا بدي اتعرف على اكثر من شاب، وانا بدي اطلع مع شباب، وانا بدي اروح واشرب واعمل هيك. بتفاخروا بهذا الاشي البنات الاجانب، وبيعملوا اغاني عن هذا الشيء. فهي ماشيه بهذا الطريق على اساس نفس الشيء. خلينا نكمل نشوف شو كمان راح تحكي. مش هبقى مؤدبه، انا هبقى بنت لذينه، شبعتنا من الدبدبه. مش هبقى مؤدبه، انا هبقى بنت لذينه، مش عارف ايش متدبدبه. احنا بنعرف هذا الاشي، مش ضروري انك تحكي لنا، مش ضروري توضحي لنا شغل. هاي الكلمة الاخيرة، الكلمة الاخيرة هاي واضحة، الدبدبة هاي واضح جدا، احنا مو ضروري نفهم او تعطينا explanation لهذا الموضوع، واضح كل اشي قدامنا وضوح الشمس لهي الدرجة. لا اي حدا يطلع يسوي اغنية يا اخي. شو هاي الاغنية؟ شو هاي الاغنية اللي جدا سيئة؟ فكرة قبل مرة في حدا عرض علي انه مازن شو رأيك دام هلأ انت رح توصل مليون نعمل اغنية وبعمل لك اغنية فنانة وبتغني. لا لا ما بدي اعمل اغنية، طبعا ما رح اسوي اغنية، انا مش مغني. لانه لو انا اوكي بدي ادخل بهذا المجال، بدي اصير مغني، بعمل اغنية وقتها بعد تدريب طويل، بس اعمل اغنية لاني يوتيوبر لا ما رح اسوي، لانه انا مش مغني، فاكيد رح تطلع الاغنية سيئة. نفس الشيء هاي، ان شاء الله تكون قاعدة بتعمل هذا الاشي مزح، يعني كتبت هاي الاغنية وغنتها كمزحة، بس حتى لو كمزحة اشي جدا سيء. مين عامل لك هذا الفيديو كليب؟ مين عامل لك هذا الفيديو كليب؟ شو هذا الفيديو كليب جدا سيء؟ لو سويت فيديو كليب بكاب كات راح يطلع احلى من هيك، شو جدا سيء؟ والجرين سكرين اللي وراكي ليه بس برتقالي؟ غيري على الاقل الالوان يا اخي، انت موجود وراكي جرين سكرين وموجود، حطي وراكي اشي هيك خلينا نتحمس. شو هذا بس برتقالي حطيت لي وراكي وقاعده بتغني هاي الاغنيه السيئه؟ ما راح اكمل يا اخي هاي الاغنيه، ما بدي اكمل. على اساس بدي اسوي رده فعل عليها كلها، بس والله ما قدرت، 37 ثانيه حضرت منها ومش قادر اكمل، مش قادر. خلينا نروح نشوف منشنات ثانيه. كل بنت معجبة فيا تعالي عندي على الخاص احكي انا معجب فيك وبحبك وبحب اكمل كل حياتي معك. لكل بنت حط عينها علي اي راسلني على الخاص احكي لي اعطيني سنابك وانا بعطيك سنابي، بعطيك اياه على السريع. بيعطيك اياه على السريع، بعطيك اياه على السريع، على السريع لهي الدرجه. ابو مراد متعطش للبنات، مش قادر خلص يكمل حياته لحاله،
بده يصير مش سنجل، بده يصير عنده وحدة يحبها، بده يتزوج. قاعد بيحكي عن هذا الموضوع من سنين يا بنات، مشان الله حدا يحكيه. أكيد هلأ في بنت حتحكيه صح؟ لا. طيب ما بعرف، طب شو بدك تسوي أبو مراد؟ من زمان عم تعمل هاي الفيديوهات، ما فقدت الأمل؟ ما حسيت إنه هاي الطريقة مش ناجحة، إنك هيك دائما تسوي فيديوهات بالتيك توك وتحكي للبنات إنهم يضيفوك ولو واحدة معجبة فيك تيجي تعترف؟ هاي الطريقة مش دافعة يا أبو مراد. يعني لازم تشوف لك طريقة تانية، شوف لك إشي تاني، روح اشتغل مثلا بمقهى وشوف لك واحدة هناك تعرف عليها وأنت بتضيفها. لازم إشي تخترعه وتكتشفه عشان خلص تلاقي لك واحدة وتحبها وتكمل حياتك معها. مبين عليك وواضح جدا انك انت مش قادر تكمل حياتك لحالك، بدك واحدة بأسرع وقت، لانه قاعد بتحكي عن هذا الموضوع من زمان. ما في فيديو مر وانت ما حكيت عن هذا الموضوع، كل فيديوهاتك اي فيديو بتنزله بتحكي عن هذا الموضوع، كيف انك انت بدك ترتبط. فلازم تلاقي حل بأسرع وقت. خلينا نشوف نكمل، يمكن هذا الفيديو خلص ينقذه وتيجي بنت تحكي معاه، ما بتعرفه. اوكي، لا تستحي ولا تخجلي، احكي انا بحبك ومعجب فيك من زمان وبدي اياك، انت فارس احلامي وانت فتاة احلامي. شوف، هو ممكن تيجي وحدة تحكيك ابو مراد، بس انه تكون انت فارس احلامها وفتاة احلامها هاي ما حتصير، مستحيل. انه اوكي وحدة ممكن تكون معجبة فيك اعجاب خفيف ممكن تصير، بس فارس الاحلام هيك مرة واحدة طالع انت لفوق فوق ما حتصير، هاي مستحيل. ما بتعرفوا يا اخي، ممكن بهذا الفيديو طالع لأنه بشكل حلو، هاي القميص الزهري، لابس لبس مرتب بهذا الفيديو، طالع بأدب وقاعد بيحكي تعالي ولا تستحي، أعطاها كمان يعني أنه الضوء الأخضر، لا تستحي مني. لا تستحي، ما في حد مستحي منك أبو مراد، ما تخاف، حتيجي تحكيك لو في بنت معجبة فيك، حتيجي تحكيك لو وأنا بحكي لك، وأنا نفس الشيء، وأنا فتاة، أنت فتاة أحلامي، فهمه؟ لا تخجلي ولا تستحي، تعالي عندي على الخاص واحكي لي انا بحبك وبدي اياك، اعطيني رقم تليفونك واحكي لي خاطر رقم تليفوني واحكي معي ورني لي. وانا شخص ما بكثرش معاكي وظني معك لاخر عمري ولاخر نفسي، ما بخونك. اكسبرو ولايك ومتابعة وسلام. لازم اكسبرو ولايك ومتابعة وسلام. ابو مراد، انت قبل بمرة اجيت حكيتني بالخاص وحكيت لي كيف انه فيديوهاتك ما عم تطلع الاكسبرور ما عم تطلعها فيديوهاتك، لانك بتضلك بتحكي هيك باخر الفيديو وفيديوهاتك دائما طولها دقيقة. حاول غير هذا الاشي، اعمل فيديوهات عادية بدون ما تحكي اكسبرور ولايك ومتابعة. الاكسبرور ولايك ومتابعة هاي الطريقة بالاخر ما نافعة، يعني واضح جدا. فعشان هيك بطل تحكيها. خلينا نفوت على حساب أبو مراد نشوف الفيديو اللي بعد هاد، هل إجت واحدة واعترفت له ولا لسه؟ اليوم كل واحد طلع مع حبيبته، كل واحد طلع مع ورده بعيد، كل واحد طلع مع خطيبته. أنا دي رهبل، ما طلعتش مع خطيبتي ولا مع حبيبتي، ما عنديش خطيبة ولا عندي حبيبة، ممكن أطلع معاك يعني؟ عشان هيك أبو مراد مسوي هداك الفيديو، أنت خلص قبعت معك مش عارف شو تسوي. بده واحدة يحبها، بده واحدة يطلع معاها، مش عارف شو بده يعمل، فحكى خلص خليني أطلع بالتيك توك وأحكي لو في واحدة معجبة فيني تيجي تحكيني. يا حرام يا أبو مراد، والله هو أنا نفسك يعني أنا خاطب وما طلعت مع خطيبتي، هياتني قاعد بالبيت والعيد إجا وعادي يا أبو مراد، عادي بسيط، الوضع بسيط جدا. لا تكبر الأمور هاي، لا تفكر كتير بهاي الأمور، الحب وما حب، طلع هذا الإشي من راسك. بكرة نطلع أنا وياك بدللك ونطلع مكان كتير حلو، بوديك كمان على جزر المالديف، بوديك كمان على إسبانيا، بوديك أنا من الأردن إسبانيا. لا هيك سوتها أبو مراد، ما بصير كمان تكذب على البنات تحاول على أساس تغريهم بهاي الطريقة، ما حينفع معك الوضع، البنت حتشوفك ككذاب. بعدين لما تأخذها وتلفلفها لفة بالزرقة وترجعها البيت، وقتها هون هي حتحكي هذا كذاب، هذا ما وداني على إسبانيا. فلازم أنت لما توعد البنت إشي تحكي لها إشي جد تسويه، مش هيك ترمي بس كلام. هو كاتب عنده بالدسكريبشن بهذا الفيديو اكسبلور ولايك ومتابعة، وإن شاء الله بلاقي بنت الحلال لين، يعني في بنت براسه، في بنت هو محدد الهدف عليها، عامل عليها لوك إن وبيحاول يرتبها بهاي الفيديوهات. وبهذا الفيديو كتب اسمها بالدسكريبشن على أساس إنه شو تنتبه هي وتحكي أبو مراد أنا كمان بحبك وأنا كمان معجبة فيك وخلص بدي أكمل حياتي معك. ممكن هو هذا الإشي اللي كان بباله أبو مراد. أبو مراد الله يرزقك بنت الحلال بأسرع وقت ممكن. بتششك بدللك بدلعك والبتكي إياه بصوي لك إياه، يعني عن جد أنا شخص بكون
تحت أمرك. خلينا بكرة أنا وياك نطلع لكل واحدة من المتابعات. بتحب تطلع معي كيس تواصل معي على الخاص؟ من عيوني نطلع من قطرة خرافية. يلا سلام. هذا الفيديو بآخره هو هيك حس بأمان، شفتوا كيف هيك رجع لورا، أعطاكم هاي القعدة اللي هي الثقة بالنفس إنه أنا أكيد بعد هذا الفيديو رح تيجي بنته تحكي معاي. للأسف ما إجت وبنته حكت معه. يلي ما بيعرف أبو مراد كمان بيغني على فكرة. أبو مراد يعني مو بس بيعمل هاي الفيديوهات، هو مرات كمان بيطلع بيغني نفس الأغنية اللي شفناها أول إشي. هو الصراحة أبو مراد أحسن بكتير من البنت اللي شفناها أول إشي، بس يعني تقدروا تحكوا إنه هم الاثنين بالهوى سوا. هسه انا اغني اغنيه عيد الفطر السعيد، عجبتكم هاي الاغنيه حطوا لايك ومتابعه وحقلك سبرور، وهاي بالضبط تصير السفره. هيو عيد الفطر السعيد، هيو قرب والبسلم علينا شو نحكي لو شاطر شاطر، والبعطينا حلو شو نحكي لو شاطر شاطر، والضحك احنا كبرنا مع العديد يعني هي تكبر معانا بتعطينا ليرة بتفرحنا شو. انسوا اللي حكيته، لا هذيك احسن الصراحة. خلينا نرجع لهذيك الاغنية، هذيك الاغنية نكمل شو كمان بدها تحكي البنت العصبية التعلبة اللي مدبدبة. رجالة مش عايزة مقمش يعني جايزة، انا بنت كيوت انا عايشة شو الفيديو هذا اليوم يا اخي؟ عن جد فيديو جدا غريب. كنت بدي اسوي ردة فعل هاي ما قدرت اكمل، فرحت اسوي ردة فعل عن منشنات طلع لي ابو مراد، بعدين ما قدرت كمان اكمل هناك فرجعت لهاي، هلأ حضرت 10 ثواني من اغنيتها وكمان ما قدرت اكمل. مش عارف شو احكي لكم، يعني اشي جدا غريب هذا الفيديو. هلا هاي البنت سوت الفيديو كليب كامل طوله 2:46 بنفس المكان، ما تغير المكان ولا تغير اي اشي، يعني كوت كامل وهي قاعدة بس بتغني وراها هاي الخلفية البرتقالية. الاغنية جدا سيئة، كل اشي سيئة، في كتير اشياء تانية كمان سيئة ما بقدر احكيها عشان ما بدي اجرح المشاعر، بس انه في كتير اشياء سيئة غير الاغنية، كمان في كتير اشياء نظريا سيئة. خلينا ساكتين خلاص بكفي، ما بدي أكمل هذا الفيديو، بكفي لليوم. بقدر أسوي ردة فعل أكمل ردة فعل على هاي الأغنية، بس والله مش قادر، جدا سيئة لهاي الدرجة، سيئة لدرجة أنه أنا مش قادر، الديني رح تبدأ تنزف لو كملت ردة فعل على هاي الأغنية. ونشوفكم على خير، فأمان الله.